تصور؟ يلا. بكل مجتمع بالعالم كل شخص عنده قصة يخبرنا إياها عن خبرته الخاصة بهالحياة. فاليوم بالموفي تابعنا حكينا مع عدة أشخاص وقلنا لهم إنه يخبرونا قصتهم حسب خبرتهم هنا بالحياة بعدة قضايا موجودة بلبنان. بونجور عمو جوزيف، اليوم حنحكي عن انت كيف بتتعامل مع المجتمع بنهارك اليومي. شوفي، في انواع كتير من الناس. في عندك ناس من خلفيات مسيحية، خلفيات اسلامية، في عندك ناس مصاروة، في عندك ناس اثيوبيات، في عندك سودان، في عندك سوريين، في عندك لبنانية، من جميع الأجناس. فلهذا السبب أنا بتعرف مين ما بده يوقفني بدي روح معه، بدي واصله. شغلتي هيك، أنا مع كل الناس بشتغل، مع كل الناس وكل الناس بتتقبلني لأنه أنا قريب من الناس. فلهذا السبب بحس أنه الناس يلي بيطلعوا معي كتير بيرتاحوا. إذا بدك أنه فكر بشي هيك أنت بزعلك يمكن؟ يعني تعرف في ناس كتير فقراء مسكين، المسكين ما حدا بيتطلع فيه، ما حدا بيشفق عليه. شو بدنا نعمل بهالمسكين؟ أوقات بيطلع معي أنا إنسان فقير مسكين بيقول لي ولو تقطعني معك فشخلة قدام شوي، بس أنا ما معي، تكرم عينك ولو ما اديني لبعضة ناس لبعضة. فشو بدي أعمل بالناس المسكين المعترين؟ تركون. الله بحب المسكين، هو بده يرد على المسكين، على المستغيث، على الفقير حيث لا معين له. فنحن بدنا نتمثل بالخالق، نتأقلم مع هالفقير ونحس معه ونشعر معه. شو بدنا نعمل للفقير؟ ما احنا كلنا فقراء. بونجور مدام لينا. بونجور. انت كمرأة أرمنية بلبنان، بليز فيك تخبرينا عن دور الأرمن بلبنان؟ احنا دورنا كأرمن بلبنان مثل امرأة أرمنية او مثل امرأة باردون لبنانية او شعب اللبناني، ما عنا شيء زيادة عن غيرنا. تأقلمنا، أكيد إنه تأقلمنا بلبنان، يعني مع الوقت بتصير تحسي إنه شغلة كتير طبيعية. ما عنا أبداً مشكلة من هالناحية، بالعكس. يعني أنا عندي مجتمع يمكن لبناني أكتر من الأرمن، وعندي تعاطي معهم يمكن أو احتكاك أكتر من الأرمن. سو لا، عادي. يعني بالنتيجة إنسان أطباع، ما فيكي كل إنسان تغطي حسب أنت شو، عرفتي؟ ما فيكي. ففي بالأرمن وفي باللبنانية شوية عقليات مختلفة، عرفتي؟ بس إجمالاً شغلة كتير طبيعية. وأنا شخصياً يعني ما بحس حالي إنه بلبنان أنا ببلد غريب، يعني أصلاً أنا خلقاني بلبنان. فشغلة كتير جداً طبيعية بالنسبة إلي، منا أبداً غريبة. تاني سؤال حأسألك إياه هو عن دور المرأة إن جنرال بلبنان. إذا بدك أحكي عن هذا الموضوع، كتير واسع الموضوع، لأنه في كتير قصص مثل حقوق المرأة بلبنان، عرفتي؟ أبداً بيقولوا في حقوق مرأة بلبنان، بس ولا مؤسسة بتفوت عليها أنت كامرأة عندك شيء بدك تعمليه، أو مثلاً المفروض يمكن أنت تخلصي هيدا الشيء. لا، لازم يكون جوزك موجود، لازم جوزك يمضي، لازم. طب إذا كان في حقوق مرأة، إذا اليوم أنا عم بكون دور رجال ومرأة، مفروض أنا أكون وين ما كان عندي هيدا الدور، مش إنه أنا بس دوري يكون أنا رجال ومرأة بس إنه أشتغل مثلي مثل الزلمة، وإجي على بيتي أشتغل ببيتي، اهتم بأولادي، حن على أولادي، اسمع كل واحد شو بده. هون صعب، يعني هيدا هون هالنقطة جدا 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 صعبة.
يعني عن حقوق المرأة بيقولوا فيه ولكن ما فيه. يا عادل اليوم الانترفيو تبعنا حيكون عن انت كيف بعمرك هلا بعد فيك روح الشباب. اول سؤال حنسالك اياه هو انه انت شو كنت تمارس كانه بحياتك، شو كان شغلك هواياتك؟ اولا انا هذه بشتغل بمصلحه الذهب، وهيدي وراثه عن مرحوم بي. مرحوم بي كان يشرب الذهب وانا نزلت تعلمت المصلحه واشتغلت بمصلحه الذهب. هي المصلحة كتير حلوة ولكن بده واحد يكون فتح فيها. ليش؟ لا يقدر يعطي، لأنه هي كتير كتير حلوة وهيدي شيء مشهورة بالعالم. يعني هلأ كأنت مواهب عندك إياها، كان عندك شيء معين شيء غريب حلو؟ عندي هواية الدبكة، الرأس الشعبي اللبناني بيقولوا هيدي قضينا فيها حياة حلوة، لأنه كان شغلي بمصلحة الذهب على حسابي. كنا نروح على حفلات بالسفر، بتتويج الأمبراطورة فرح ديبا بإيران، بالكويت، بمصر، بليبيا. يعني سفرنا عدة سفرات نقدم الفولكلور اللبناني، رأس الشعب اللبناني. وهوايتي كانت كمان الصيد، كنت بحب بروح على الصيد كتير، وبعدني لازلت هلا بروح على الصيد. وبرضو هلا بالحفلات مناسبات بيكون في رقص وطقش وكذا مثل ما بيقولوا، وهم كمان برقص بعدني بحب. يعني ما يعني كأنه ما عمرك ما أثر على أنت شو بعدك بتحب؟ لا شو بعدني بحب بروح الشباب، هيك حياتي هذه الهواية. وطب الأشخاص اللي هنا كنت ترقص معهم هنا فنانين ولا عالم عاديين؟ فنانين مثل الله يرحمه عصام رجة، في سمير يزبك، هول المطربين كنت نحن وياهم. يعني عشنا حياة حلوة مع المطربة صباح، اشتغلنا مع فيروز، أخذنا كم مشهد كمان فيلم بيع الخواتم. يعني أكتر شيء بس كنت أنا بفرقة، كان في فرقة قديمة ووقفت آخر مدة، هي اللي أسست الله يرحمه سعيد فريحة، هي فرقة الأنوار. فرقة الأنوار بعدين انتقلت لفرقة روميو لحو، وظلت شو 20 سنة مع فرقة روميو لحو. آخر شيء وصلت بسنة 75 صرت دري عند روميو لحو، وصارت الأحداث وإن شاء الله ما بتنعاد الأحداث اللي مرت على لبنان. هيدي أثرت علينا كثير. وهيك بيكون خلص الموبي تبعنا، وإن شاء الله تكونوا كلكم استفدتوا من خبرة الأشخاص اللي حكيناهم وخبرونا قصتهم. ميرسي. ثانية، شو أنت شو بتعمل بيومك الصيفي؟ بدك تعرف عن جيلة؟ أكيد. يلا خلينا نفرجيكم، تفضلوا. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.